المغرب كيواصل استقطاب النجوم العرب. الفنان اللبناني عامر زيان مرفوق بالمخرج فادي حداد اختاروا بعض المدن المغربية لتصوير مشاهد فيديو كليب عمله الجديد، بحيث كانت البداية من الدار البيضاء. المخرج فادي حداد اختار منطقة الحبوس بمدينة الدار البيضاء من أجل تصوير بعض مشاهد الفيديو كليب واللي عرفت حضور حصري للرادار. فادي شفناه واقف على كل كبيرة وصغيرة في هذا العمل، فضل مرافقته لعامر خطوة بخطوة واطلاعه المستمر على المشاهد المصورة. هذا بلا ما نساو أنه فادي زار موقع التصوير من قبل واللي نشر منه أكثر من صورة. لازم نعين المكان والشمس والضوء كيف بيفوت على المكان، من نتيجة منطقة عريقة كتير بدنا نحترمها ونعطي رونقها الخاص، فصورتها بطريقة كتير حلوة وعم نصور سينما كواليتي عالية جدا جدا. هذه المنطقة ذكرتنا بالعمل السابق للفنانة المعتزلة أمل حجازي، واللي اختارت نفس المكان لتصوير فيديو كليب أغنية بيعاملني، شيء اللي دفعنا للسؤال حول ما إذا كان هذا الأمر كيزعج فادي. أنا بالعكس ما عندي مشكلة مع كل الفنانين يجوا يصوروا كمان هون مطرح ما أنا صورت، من نتيجة المنطقة نحن رايحين وهي باقية، فنحن يعني أنا حبيت اللوكيشن هون كتير 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 صراحة. فادي وعامر واللي من خلال تواجدهم معنا كان لهم حرص كبير على إبداء إعجابهم بالمغرب وسعادتهم بتواجدهم فيه. أنا المغرب عزيزة علي كتير وعزيزة على قلبي، ناس وشعب الطيب، ومرسي على حسن الضيافة والكرم، وشهادتي مجروحة يعني، عندي كتير أصحاب بالمغرب بس عن جد استقبلونا كأنه عيلة، ويعني استقبال أكتر من رائع، مرسي كتير. أنا بحب المغرب كتير وبحب شعب المغرب، تحية لألو وتحية لجلالة الملك محمد السادس اللي هو بيقدر الفن كتير، ومنعرف قداش هو عنده هيك اهتمام للشعب اللبناني وللفنانين اللبنانيين، فتحياتي لألو الله يطول بعمره، وتحياتي لكل شعب المغرب. بحب إجي صور هون لأنه أنتو بلد طيب وشعب طيب وعندي جمهور كتير قوي هون بحبه كتير. عامر كانت بادي عليه معالم الارتياح خلال التصوير وحتى خلف الكواليس من بعد ما شفناه مشغول بالتقاط بعض الصور مع الوجوه اللي مشاركه التمثيل. أنا هيك طبيعي وقت ارتاح يعني مع الإكيب اللي عم بشتغل معه، وهيدا شاب صغير حلو كتير الله يحميه يا رب ويخلي لأهله. وبالرجوع لعمله في الفيديو كليب كيقدم قصة اجتماعية حول أخ وأخت تفارقوا بسبب انفصال والدين ديالهم قبل ما يرجعوا ويجتمعوا من جديد. الفكرة أنه أنا عايش بالمغرب، أختي عايشة بلبنان، جينا اجتمعنا رجعنا بالمغرب، اجت هي لهون وجربنا نرجع نقرب العائلة كلها مع بعض، وتقربت العائلة كلها وجمعناها، وفكرة بتصير يعني بكل بيت بعائلة مفترقة. هذا العمل كيعرف كذلك مشاركة الممثلة لارا خوري شقيقة عامر زيان أول عمل مشترك بينهم زوج. العمل مثل ما بتعرفوا فيديو كليب جايين نصوره، موضوع بيحكي عن خي وإخته، موضوع جديد، قصة واقعية حبينا أنه نتطرق له، خاصة من أول ما عامر دخل على مجال الفن الكل بيسألوني أنه ليش ما بتعملي فيديو كليب معه، بيسألوا ليش أختك ما بتعمل فيديو كليب معك، فكنا نقولهم أنه ناطرين الوقت المناسب، واليوم لقينا أنه الغنية هي مناسبة وبتحكي عن خي وإخته، بتمس ببعض العيال اللي عم تتعرض لها الأزمات. هذه المشاركة دفعتنا لسؤال لارا على مدى تخوفها هي وعامر من ربط الناس ما بين قصة الفيديو كليب وحياتهم الواقعية. لا يعني بالنهاية يعني العالم كله عارف أنه هيدي فكرة، فكرة حبينا نتطرق له، ونحن ما كتير عم نحكي عنها الفكرة، حابين أنه تكون مفاجأة، هي عن جد فكرة كتير حلوة ورح يحبوها الناس إن شاء الله يا رب. ومع نهاية تغطيتنا لعملية تصوير، فعامر قدم مقطع خاص وحصري للجمهور المغربي مباشرة على رادار. مستهويني يمر الوقت، كل ما لعينيك اشتقت، فتش عصورتنا سوا واحكي مع الصورة أنا.